استنيت حضرتك كتير يا بابا. مستعوى ابتدي جيت. انا ورانا. معلش هي عايزه تسلم على حضرتك. انما انما هي ناديها يا ولدي. ما هو الوقت مش مناسب بقى. مش مناسب ليه؟ انا عمك سيد قاعدين وانا ابوك وده بيت العيله، لازم تشوفنا على الطبيعه. هتضحك عليها من اولها يا ولدي. عندك حق يا عم. مش كده يا حلوه؟ اه كده. والحقيقه انا سعيده قوي بكلام حضرتك ده ومبسوطه اني جيت هنا. شوف اهي صاحبتك اهي. اتفضل. تتفضل فين يا بابا؟ هنا. تعالى يا بهجت. تعالى. يا حضرة الضابط، هي عجبها كلام وعجبها بيتنا ونظامنا. هي انا هتقول ما حلتناش، ما شافت الفيلا. هي كمان لازم تعرف اصلك وفصلك، وانت تعرف اصلها وفصلها. هتخبوا على بعض ليه؟ دي عشرة عمري يا ولدي، ربنا يجعل لكم نصيب. يا عمي انا وبهجت اصدقاء وبس، وبعدين انا اصلا صاحبة شادية. خزيانة تقول انكم عايزين تتجوزوا. طب انا مش عاجبني في حضرة الضابط غير انه جاي دغري عايز يتجوز على طول. عشان كده انا عاوز اقول لكم كلمتين. امسكوا في بعض جامد قوي، ما تفوتوش بعض واصل، ما بيتعوضش. صدقوني لو ضاع منكم هتدوروا عليه العمر كله. ودلوقتي مطلوب مني ايه؟ لا ميرسي يا انكل، حضرتك قلت كلام حلو قوي. وهقول تاني وتالت، ما دام عاوزين الحلال مبروك. انا اول اللي قالوها اهو. تؤمر بيه يا حضرة الضابط؟ لا يا بابا العفو، احنا نمشي بقى. لا قبل ما تمشي شوف، تحب نروح لاهلها ميته والمطرح اللي انتوا عايزين تقعدوا فيه؟ عايزين تقعدوا في اي حته اهلا وسهلا، عايزين عندنا في الفيلا اهلا وسهلا، نشيلكم على راسنا من فوق. انت عارف انا بحبك جد ايه، ومفيش احلى من بنت الاصول دي. يلا مبروك. شكرا يا حاج. يلا يا رنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا حاج مالك فاتح الرابع كده؟ مش مصدق يا سيد. بهجت بقي ضابط وجاي عايز يتجوز، وانا سامع دقه قلبه من هو على الباب. خابر الدقه دي مليح، وانا قاعد اتحايل على اخواتي الكبار عشان يتجوز وما عاوزينش. ما عنديش غير ولادي يا سيد، احاوط عليهم ويحاوطوا علي. باباك ده مش معقول. تقل شويه في الكلام صح؟ تقل؟ ده شاعر. شاعر؟ انا ما تصورتش ان هو يقول كده. مفيش اب في الدنيا يقول كده، وخصوصا ان الراجل سيدي محافظ يعني. لعلمك بقى بابا بيفك الخط بالعافيه. ده بمناسبه انه قال نصارح بعض، وده يعتبر اول درس اتعلمناه. انا تصورت ان هو هيسالني عن بابا عن دراستي، بس واضح ان هو رومانسي قوي. فعلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل بيه. ممكن يا ابني تخش تقول لهم في ضيوف؟ اتفضل بيه، ما هم مستنيين المعازيم. جايز يا ابني مش مستنينا. خش بس قول لهم دكتور زين العابدين. مين؟ عمك الدكتور واهل بيت الكرامة عندنا تحت، يعني شيماء ومامتها وباباها واخوها. جم تحت عندنا هنا؟ اه. مالك مش مصدق كده ليه؟ ولا انت ما صدقت اي حاجه علشان تسيب الرساله وتجري؟ ما انا المفروض دلوقتي انزل عشان اقابلهم. انت بتقولي بابا مش موجود تحت ولا واجيه؟ اه يا سيدي. ولا بهجت كمان؟ ولا بهجت كمان. شفت بقى حظك حلو ازاي؟ يلا بقى البس كده ووضى بنفسك وتعالى عشان تقابلهم. اوضى بنفسي ايه؟ ما انا لسه جاي من عندهم. انا هغير هدومي خلاص. طب الحمد لله انك هتغير هدومك وتنزل معايا. يا ريتك يا عمي كنت جيت من بدري. طب بلاش لماضه بقى، وتفضلي من غير ما ترضى عشان اغير هدومي. بس بسرعه. ويعني يا دكتور كان حد قال لي تعالى وانا ما جيتش؟
الحقيقه يا عمي انا كنت عاوز اقول لحضرتك اتفضل معايا انت والدكتوره، بس بصراحه احرجت. احنا بقى يا سيدي ما احرجناش، احنا جينا عشان نبارك للبيه الظابط، لا لقينا البيه الظابط ولا كمان ابو البيه الظابط. ده انتوا نورتونا، البيه الظابط وصل لبوبه القاضي، زمنه جاي مش هيتاخر، اصل الحاج عامل عزومه كبيره هناك. لولا الوقت متاخر كنا رحنا هناك وسلمنا عليهم. في الحسين؟ وليه لا؟ كنا سلمنا وقرينا الفاتحه. اهو حضره الظابط وصل. السلام عليكم. اهلا 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 حضره الظابط. بسم الله ما شاء الله. مبروك يا بهجت. الله يبارك في حضرتك يا عم. مبروك يا حبيبي. الله يبارك في حضرتك. ايه يا بهجت؟ هو ابوك ما جاش معاك ليه؟ الحاج تلاقيه قاعد مع المدحين هناك. هو مع عمي سيد الملا وزمانه جاي، الحفله شطبت خلاص. مع سيد الملا؟ يبقى زمانه جاي. عبال ما تشربوا قهوتكم ونتعشى يكون الحج وصل. لا نتعشى ايه، ده احنا لسه واكلين حالا قبل ما نيجي. طب اشربوا قهوتكم وهتتعشوا مع الحاج. هو مع سيد الملا يبقى زمانه جاي. بقولك انا راكن عربيتي هنا، تحب اجيب واوصلك ولا انت ليك شوق بترجع حسين ماشي؟ ماشي كيف؟ انا ما عارفش جيت كيف عشان اعرف ارجع كيف. ليه يا رحيم؟ أوفي بيه وعدك، حملتك الأمانة وخنت العهد. عهدي يا حاج عثمان؟ قلت لك الجامع يفضل منور والخدمة ما تنقطعش والذكر يدوم. نسيت؟ اتلهيت، خدتك الدنيا. صح خدتني الدنيا، بس هوفي هوفي يا حاج عثمان. رحت فين يا عم الحاج؟ ورا فين؟ هو مين؟ انت رايح فين؟ يا عم وصلك بالعربيه بدل ما ارجع ادور عليك وما الاقكش. مالها الليله دي باينه من اولها؟ مش بقول لك الحته بتاعت الليل واخره دي حته حلوه؟ خيال خالي صغيرين احنا اياك. ليه؟ تنكر ان انت قاعد تلف ورا حسنات؟ حسنات دي كانت في اول الليل قبل القعده. لك الحاج عثمان مالها ليله مغفلجه. مغفلج ازاي؟ يعني ليله حضره الظابط تبقى مغفلجه؟ واه انا ناسي، زمانهم مستنينا في الفيلا. يلا يلا وصلني. ايش اقول لك؟ بدانا نفوق اهو.